نيجي على المشفى هاي لانه تقريبا هي المشفى الوحيدي او الاقرب علينا، يعني في المشافي بس بعيده عنا. هذه المشفى بتخدم تقريبا شيء 20 30 ضيعه، ما يقارب 150 الف نسمه تقريبا. الحمد لله رب العالمين وضعها ممتاز، وعم نجي الاطفال يعني بهالشتي، وفي مخيمات حوالينا يعني كثير بتخدمنا ومرتاحين عليها. بس اهل الضيعه هلا يعني مزعوجين لانه في اشاعه بده يوقف عنا الدعم لا سمح الله. طبعا مشفانا هو مشفى متخصص بالأطفال والنسائية. المشفى تأسس في بداية عام 2017، هو بيخدم منطقة إشنان والقرى المحيطة فيها حوالي 10 إلى 12 قرية. طبعا كثافة السكانية بهالمنطقة حوالي 70 إلى 75 ألف نسمة. الأسباب ما بعرف، يمكن تكون أسباب سياسية، ممكن تكون إيقاف الدعم كصحة عن الشمال السوري، ما عندنا فكرة السبب الرئيسي إيش هو. حاليا نحن شغالين بنفس الكادي وبنفس الطاقة اللي موجودة عندنا، لكن نحن ممكن نستمر شهرين فقط في العمل التطوعي، لذلك بسبب الأمور اللوجستية يعني توفر الوقود والمولدات والأدوية والمستهلكات الطبية ممكن تكفينا شهرين يعني لنهاية كانون الثاني بال 2019. إذا وصلنا لهالتاريخ وما كان في أي جهة دعمت مشفى أو تبنته، نحن ممكن نضطر أسفين أنه نوقف العمل بشكل كامل، لأنه ما يفضل عندنا شيء شغل المشفى.